يا صباح السعادة على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي الكرام. النهارده جايبة لكم ثلاثة إيطالات إن احنا ممكن نعملهم أو نستغلهم واحنا قاعدين في البيت. لو عملناهم هيخفوا جامد الضغط على عضلات الرقبة، أو اللي عنده دوخة شوية، أو اللي بيحس إن هو بعد ما بيقوم من النوم مش متزن، ممكن نعملهم أول ما نقوم من النوم واحنا لسه في السرير. فخلينا نجرب كده. النهارده معانا كابتن مصطفى من جيم الرجال في النادي الأهلي فرع الجزيرة. صباح الخير يا كابتن. أول حاجة بنخلي رقبتنا تضم لجوه زي ما الكابتن هيورينا، وببدا اميل ناحيه اليمين. هثبت، واحد اثنين ثلاثه اربعه، نريح. هنثبت الاول بخمس ثواني، ومعانا ممكن نطلع لعشر ثواني، وممكن بعد كده نوصل لعشرين ثانيه، بس خلينا واحده واحده في البدايه، وممكن نكرر التمرين ده من ثلاثه لخمس مرات. بعد كده هنروح الجهه الثانيه، برضو ندخل رقبتنا لجوه وهميل بالراحة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نريح عشر ثواني، وبرضو ممكن نريح شوية، ومعانا ان احنا نقدر نطلع تدريجيا من عشرة لعشرين ثانية، بس واحدة واحدة، يعني نبدأ من خمس ثواني عشر ثواني لعشرين ثانية. تاني بس إطالة معانا، هدخل برضو رقبتي لجوه، دي بيعمل زي انقباض بسيط، ادخل رقبتي لجوه وهبدا اميل لقدام بالراحه، اكن رقبتي بتنزل في اتجاه صدري لتحت، بلاقي نفسي شديت كل العضلات بتاعه الرقبه من ورا، وبيعمل استطاله كويسه جدا للعضلات دي، فهتخف الضغط شويه على الرقبه ويخلي ان الدم يمشي احسن في اتجاه المخ. برضو هنثبت من 5 ل 10 ثواني، ونقدر نكرر خمس مرات. نريح وباخد نفس كبير واطلعه بالراحه ثلاث مرات. اهم حاجه باخد النفس واطلعه من بقي بالراحه بانتظام. اجين هنكرر تاني ان احنا هنميل ناحيه اليمين، ادخل برده جوه دقني وهميل، بس المره دي هساعد بايدي ان انا هزق بمقاومه اعلى في الاتجاه اليمين. اب وميل، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه، وريح. اجين ازق الاتجاه التاني، دقني لجوه وهميل بمقاومه كبيره، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه، وهريح مع نفس كبير وطلعه بالراحه. فيما بعد هلاقي نفسي ان رقبتي خالص بتروح للمدى الكبير يمين وشمال، هحس ان في استطاله في عضلات الرقبه، وده هيفك الضغط اللي معمول او بيضايقني اول ما اصحى من النوم، او عاملني شويه عدم اتزان، او بحس بدوخه بتبقى حاجه مضايقاني عامه. رقم ثلاثه هحط ايدي الاثنين ورا راسي، وهدخل رقبتي لجوه، وهبدا اميل في اتجاه صدري جامد، اعمل اطاله كبيره جدا لعضلات رقبتي، وهتاخد كمان الابر يعني الابر باك معايا، هتحس ان هو بيشد العمود الفقري كله، وهتحس ان في راحه في المنطقه دي. وهكرر برده خمس ثواني لعشر ثواني، وهريح بالراحه. اريح وهاخد نفس، وبكده يبقى اخدنا اطالات وتمرين بالراحه للرقبه، هيفيدنا جدا جدا في يومنا، نقدر نكررهم واحنا قاعدين في البيت مش عاملين اي مجهود خالص. وان شاء الله الحلقات الجايه هنقدر نفيدكم بكل التمارين والاطالات اللي هتريحنا واحنا في مكاننا. صباح السعاده.